أخبار اليوم. بتبوظ العربيات، اول حاجه بتبوظ العربيات وانت ما هتقللش الطرق ولا هتقللش الطرق تتصلح وهي الحوادث مش هتحصل من ولا تكسير طرق ولا بتاع. دي حجه، الطرق كلها متكسره وكلها زي انا لما بقى بطيء وعربيه جايه سريعه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ لازم يدخل فيا او انا ادخل في حد؟ من عيني طبعا، بنسالك كاوتش، بنسالك عفشه، بنسالك مجهود، والطريق بياخد بدل ما ياخد نص ساعه بياخد ساعه. وكوبري المبل المتكسر، كوبري المبل المتكسر اللي بيقعد بنص ساعة بنمشي فيه، نص ساعة عشان نعدي كوبري المبل بس، نص ساعة من المطبات اللي فيه. نقول ليه ده يقولوا القاهرة ويقول ليه ده يقولوا جيزة، يعني نص القاهرة ونص جيزة. نشتكي لمين؟ نشتكي لمين؟ أنهي هيئة حكومية نشتكيها عشان يزفلتوا الكوبري؟ مفيش صيانة أساسا، وأنا من وجهة نظري بتاخدوا مننا ضرايب وتأمينات ومستفيدش بيها. تطلعي كوبري أكتوبر ما خليناش بالمحافظات، لا عليه فواصل، تلاقي بالعربيات كل شوية مساعدين كبالم، ما دي كلها علينا. والدولة فين في النقطة دي؟ عمري ما شفت كوبري أكتوبر أهم كوبري في مصر وعليه نقر وعليه فواصل تطلع عليها فظيعة يعني، ولا معمولة في طريق الصعيد، ما بالك الطرق بتاع المحافظات هتبقى عاملة إزاي؟ ده اساسي، ده رقم واحد يعني. اما الكيرف بيعلى من 2006 لحد 2012 كل شويه العدد الوفيات والحوادث تزيد، اكيد يعني هي مش مشكلتنا احنا، هي مشكله سيستم. الطرق المكسره عمرها ما تقلل الحوادث ولا يعني تقضي على الحوادث يعني. ان هو راجل بتاع طرق ومهندس، اي مطب اللي بيعملوه زي الجمل او الصنم دوت بيكسر العربيه. وفي مطبات اللي هي بتاعت البلاعات، يبقى البلاعه واطيه ومش جايه مع منسوب الاسفلت، بالعجل بينزل فيها بيكسر العربيه. لازم يعني يكون هو على الطبيعه، راجل بيتكلم كلام واقعي على الطبيعه يعني. لكن الطرق كلها وحشه في مصر، مش زي السعوديه ولا الامارات ولا من ده. مفيش طرق في مصر. كلامك مش صح طبعا، كلامك مش صح. انت بتأذينا وبتأذي العربيات اول حاجه، بتبهدل عربياتنا، وفي نفس الوقت كده انا فاضي مطب عشان او حاجه مكسره ممكن اعمل حادثه اكتر، يعني هيزود مش هيقلل. ايه؟ هيزود الحوادث، هيزود الحوادث مش هيقللها. طب رد حضرتك ايه رايك في التصريح نفسه؟ شايفه ايه؟ لا التصريح مش كويس طبعا، مسؤول زي ده. هي والله لو يعملوا حارات، يعني حارات للعربيات النقل هتبقى كويسه، يعني الملاك لوحده والنص نقل لوحده تبقى دي حاجه كويسه جدا يعني.